السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم كمال جيمناستيك كوتش. ان شاء الله هنعرض الجزء الثاني للياقه البدنيه، وطبعا اللياقه البدنيه بترفع من كفاءه الجسم وبتحسن وظائفها وبتزود المناعه. هنعرض لكم بعض التمارين، فيلا بينا. اول تمرين معنا هنعمل جري في المكان على المشط لمده 40 ثانيه. التمرين اللي بعده هعمل فتح وضم على المشط لمدة 40 ثانية. التمرين اللي بعده هرفع ركبي فوق، احاول المس ايديا لمدة 40 ثانية. التمرين اللي بعده هعمل شوطات برجليا على مشتي لمدة 40 ثانية. التمرين اللي بعده هعمل ثبات في وضع الانبطاح او ثبات ضغط لمدة دقيقة. التمرين اللي بعده هرفع وسطي فوق، ايديا بص عند رجلي ودقني على صدري ولمدة دقيقة. التمرين اللي بعده هتني رجليا وهعمل بطن في 20 عدة. التمرين اللي بعده هنام على ظهري وارفع رجلي فوق وهحاول المس رجلي لمدة 20 عدة. التمرين اللي بعده هنام على ظهري وارفع رجلي وهعمل تبديل برجلي لمدة 40 ثانية. التمرين اللي بعده هنام على ظهري وارفع رجلي فوق وهعمل كروس برجلي لمدة 40 ثانية. التمرين اللي بعده هنام على بطني هرفع رجلي وايديا الاتنين مع بعض لمدة 40 ثانية. التمرين اللي بعده هنام على بطني وهرفع ايديا ورجليا الاتنين مع بعض ثبات لمدة دقيقة. التمرين اللي بعده هعمل ضغط واسع في 20 عدة. التمرين اللي بعده هجيب كرسي وهعمل ضغط معكوس، اهم حاجة ايديا وهي نازلة على 90 في 20 عدة. التمرين اللي بعده هعمل سكوات اطلع وانزل على 90 لمدة 40 ثانية. التمرين اللي بعده هعمل كرسي على الحيطة لمدة دقيقة وحافظ على رجلي 11. التمرين اللي بعده هعمل سمانة حركة طالع ونازل، كعب الاتنين مضمومين مع بعض لمدة دقيقة.
التمرين اللي بعده هجيب كرسي وهعمل سكوات برجل واحدة، احافظ على رجلي في 90 لمدة 40 ثانية. التمرين اللي بعده هجيب كرسي وهعمل طعن برجل واحدة لمدة دقيقة. وده بعض تمارين اللياقة البدنية. لايك وشير على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.